هنكمل النهارده ان شاء الله. لو انتوا فاكرين المره اللي فاتت كان اخر حاجه خدناها هي البيزك يوتيليتيز اللي ممكن تستخدمها مع السيستم، زي الكوبي، الموف، الريموف، كرييت دايركتوري، كرييت فايل، فيو فايل، صح، حاجات البسيطه جدا يعني. النهارده هنكمل ان شاء الله، والنهارده عندي موضوعين اساسيين، لو خلصتهم يبقى كده يعني كده زي الفل. تمام، ايه الموضوع الاساسيين بتوعنا النهارده ان شاء الله؟ هيكونوا اليوزر ادمنستريشن، خلاص، او البيزك يوزر ادمنستريشن بمعنى ادق. الحاجه الثانيه هتكون البرميشنز. ماشي، طيب كلام جميل. تعال نعمل شير كده للديسكتوب ونبدا نشتغل. ده الدمي يوزر اللي كنا عملناه المره اللي فاتت. تعالوا نقول كده كروت. طيب ممتاز جدا. تعال بقى نرجع لايه، لملف الوورد بتاعنا. بالمناسبه انا شغال لكم في النوتس، بس في حاجات عدلت فيها، لان في حاجات اتغيرت في ريل 7، فالنوتس اللي انا كنت شغال عليها بعدل لكم فيها شويه حاجات يعني. ما علينا. طيب بص يا سيدي، هتكلم الاول على اليوزر ادمنستريشن. خلاص، احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا بنعيد للمره الثالثه ان اليوزرز اللي موجودين عندنا في ثلاث انواع من اليوزرز. في نورمال يوزر، خلاص، وده اليوزر اي دي بتاعه بيكون اكبر من 1000، اكبر من او يساوي 1000. في عندك الروت يوزر، وده اليوزر اي دي بيكون دايما صفر. وفي عندك اللي ما بينهم اللي هو من 1 ل 999، وده بيكون للسيستم يوزرز او السيرفيسز يوزرز. طيب ممتاز جدا. ايه كمان يا سيدي؟ طيب قلت لك كمان ان ممكن يكون اليوزر ممبر في اكتر من جروب، بس في شرط ان اليوزر بيكون له حاجه اسمها برايمري جروب واحده بس. تمام، خليك فاكر الحكايه دي، ان دايما دايما اليوزر بيكون له برايمري جروب واحده بس، ممكن يكون ممبر في اكتر من سكندري جروب. طيب كلام جميل. ليه ده مهم؟ عشان الفايل اونرشيب، ودي اللي هنجيلها دلوقتي حالا. طيب البيزك ممكن اسميها ايه؟ اهم البيزك اوبريشنز اللي ممكن تعملها مع اليوزرز. على طول تعال نشتغل عمل، احنا اصلا مش محتاجين شرح لان احنا قلناها قبل كده اساسا، يعني احنا قلنا الكلام ده مرتين ثلاثه قبل كده. العمليات الاساسيه اللي ممكن تعملها مع اليوزرز ان انت تكريت يوزر، ان انت تديليت يوزر، ايه كمان؟ ها، تموديفاي user details. طيب ايه كمان؟ ها، create group، انت تassign user لجروب معينه، انت تغير البرايمري جروب بتاع يوزر معين، ان انت تضيف يوزر لسكندري جروب، وهكذا. تمام، ان انت تديليت يوزر. دي العمليات الاساسيه اللي احنا محتاجينها دلوقتي يعني. تمام، طيب كلام جميل جدا. طب تعال نبدا نشتغل كده. اول حاجه عندنا ازاي نضيف يوزر. خلاص، والمره اللي فاتت خدنا كده اكزامبل بسيط خالص. لو قلت لك عايز تضيف يوزر كنت ممكن تستخدم ايه؟ ها، يوزر اد، وبعد كده ها اسم اليوزر، وليكن هديك يوزر يا سيدي زي علي. بالمناسبه لو اليوزر موجود هيطلع يقول لك ان اليوزر ده ايه؟ ها، اليوزر ده اكزيست. تمام كده؟ طيب كلام جميل. طب عايز تاكد، قول له كده اي دي للراجل اللي اسمه علي ده. طلع لك اهو، قال لك اليوزر اللي اسمه علي، اليوزر اي دي بتاعه 1001، الجروب اي دي 1001 برضه، هو ممبر في الجروب اللي اسمها علي برضه. لو تفتكر المره اللي فاتت كنت قلت لك ان باي ديفولت لما تكريت يوزر بتكريت جروب بنفس اسم اليوزر ده، مفيش فيها اي حد الا هو وهي البرايمري جروب بتاعته كمان، واسمها اليوزر برايفت جروب. خلاص، طيب كلام جميل. ايه فايدة ان النورمال يوزر يدخل على الشيل ويكتب عليه؟ ايه فايدة ان الكوماند لاين متاح لليوزر العادي في الويندوز؟ ها،
ايه الفايده في الويندوز ان الكوماند لاين مفتوح لليوزر العادي؟ طيب على ما اجاوب على السؤال ده ارجع انا للترمينال عندي. هو معلش بس، طب قبل بقى ما اخش اكمل بقى، طب هو اصلا الروت يوزر هيعرف الباسورد بتاع الروت منين؟ ايوه على فكره باي ديفولت النورمال يوزر مش هيقدر يعدل اي حاجه في السيستم. يعني لو انت نورمال يوزر كده، تعالى هنا كده اس يو كده لعلي مثلا، بص المعلم علي لو جير ار ام وليكن داش ار اف سلاش يو اس ار، بص ايه اللي حصل. تعالى كده بص لي كده، هيطلع لك كميه حاجات. كانت ريموف بيرميشن دينايد بيرميشن دينايد بيرميشن دينايد. شايف ده ايه؟ ده يوزر عادي. اليوزر العادي مش قادر يعدل اي حاجه في السيستم. قلتها لك اول يوم ان اليوزر العادي مش من حقه يعمل اي حاجه اطلاقا. اليوزر العادي ده اعتبره كده ان هو ملوش اي تحكم الا على ها الهوم دايركتوري بتاعته هو بس. خلاص؟ طيب كلام جميل. نرجع بقى مره تانية. عايز اكريت يوزرز دلوقتي. طيب هكريت الاول يوزر كده، ممكن اقول له كده يوزر اد وليكن احمد، كان موجود برضو المره اللي فاتت. طيب بلاش احمد يا سيدي، حسن. ايه فايدته على السيستم اساسا؟ ان اصلا باي ديفولت اصلا السيستم لما اتعمل ما كانش فيه جرافيكال يوزر انترفيس. انت ليه تفترض ان الجي او اي اصلا بس هو الطبيعي اللي موجود؟ ده انا بقول لك ان الجي او اي ده اصلا في الطبيعي مش هيكون موجود معاك. بالمناسبه في تيرمينال، او اسف في براوزر للكوماند لاين، ده رقم واحد. في تشات ابلكيشن للكوماند لاين. خلاص؟ يعني انت ممكن من الكوماند لاين تبراوز الانترنت. تعالى كده. طيب. طالما بقى انت ايه، ديف سي روم تحت سلاش ام ان تي، تعال اوريك بقى بنفسك. كده مالكش دعوه باللي انا بعمله دلوقتي، لما نجي لها وقتها اشرحها لك. قلت لك مالكش دعوه خالص باللي انا بعمله دلوقتي، لسه هشرحه بالتفصيل ممل، ما تحاولش تسبق بس. مين ده يا حاج؟ مين اللي قدامك ده؟ مش ده جوجل برضه؟ ده انا بتهيألي. فليه بقى اللي بقى انت مضايق الدنيا على نفسك وتفترض ان الجي او اي ده هو الديفولت بس اللي موجود؟ ها ليه مضايق الدنيا على نفسك يعني؟
بالمناسبة أنا ببحث في الصور دلوقتي أه، بس بما إن أنا أساسا الريزولوشن عندي قليلة جدا لأن أنا مصغر الشاشة، فإيه اللي هيحصل؟ دخلنا على موقع ثاني اهو شغال. ما علينا، تعال نكبر تاني كده. بالمناسبة عايز اقولك على حاجة، ان لو انت عايز ما تخليش اليوزر يلوجن من التيرمينال النهائي ده في ايدك. يعني لو انت اللي ده تقصده، هو انت ليه اصلا محتاج تخلي اليوزر من حقه يلوجن من الكوماند لاين؟ لا، لو عايز تقفل مية ونور على اليوزر وما تخليش من حقه ها يلوجن من الكوماند لاين، اه ممكن تعملها، مفيش اي مشكله خالص في كده. لكن باي ديفولت الطبيعي هتلاقي الكوماند لاين بتاعه موجود، والكوماند لاين بتاع اليوزر ده مش هيسمح له على اي اكسس الا على الهوم دايركتوري بتاعته فقط. وصلت؟ طيب عشان ما تتوهناش بس معاك، تعال نرجع نكمل. ايه يعني ايه الماوس بيتحرك عندك في الشل ازاي؟ يعني ايه يعني ده ويندوز اساسا، حتى في لينكس لو عايزه يشتغل من لينكس كمان ممكن تعمل كده. هو مش شغال هنا هون، بص كده انا بحرك الماوس عندي دلوقتي، انا والله بحرك الماوس، بس عشان تشغله كده يلا خدها معلومه ليك، هتحتاج باكج اسمها جي بي ام. ازاي تنستول الباكجز اصلا مش شغلتنا دلوقتي برضو. تعالى كده سيرفيس، جي بي ام ريستارت. بص لي كده هنا ايه اللي حصل، شايف ايه اللي حصل دلوقتي؟ بقى ممكن احرك الماوس من التيرمينال. خلاص، ازاي تنستول الباكجز برضو ده مش موضوع النهارده، ما تقعدش تتوه نفسك وتتوه الناس معاك. معلش ما عندش تسبق بعد كده، ما تحاولش تسبق عشان ما تضيعناش معاك. طيب اللينك شوت ده مالكش دعوه بيه خالص ولا كانك شفت اي حاجه، اعتبر نفسك ما شفتش اي حاجه ولسه بنبدا دلوقتي. طيب تعالى نكمل كده. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا لسه ضيف يوزر عادي، انا عايز اتعلم كمان اضيف جروب. تعالى كده اضيف جروب، وليكن مثلا انت عايز اعمل جروب وليكن هسميها جروب اد، وليكن هسميها يا سيدي دي سي ادمنز، دول بتوع الداتا سنتر بتوعك مثلا، وجروب اد وليكن هسميها نتورك ادمنز، وجروب اد وليكن هسميها داتابيز ادمنز. جروب في ار ناقصه هنا اهي، ماشي كده. طيب كلام جميل. طيب من البدايه بس انا عايزك تعرف اليوزرز، لما انت كريت يوزر معلومات اليوزر ده بتتخزن فين؟ معلومات اليوزر ده بتتخزن فين؟ بص يا سيدي، معلومات اليوزرز دايما دايما هتتخزن في ملف في اي تي سي اسمه باسورد، بي اي اس اس دبليو دي. يبقى انت كده سمعت عن حاجه اتنين باسورد النهارده. باسورد الاولانيه اللي احنا خدناها قبل كده كان الامر اللي اسمه باسورد بي اي اس اس دبليو دي، وفي فايل بقى موجود في اي تي سي اسمه بي اي اس اس دبليو دي. يبقى ما تخلطش بين الامر وبين الملف، تمام؟ الملف ده كده هتلاقي فيه اليوزرز اللي انت كريتهم اهم، شايفهم؟ فانا عندي يوزر اسمه مصطفى، يوزر اسمه علي، يوزر اسمه احمد، والراجل اللي انا صادفه النهارده ده اسمه حسن، ماشي كده. طيب كلام جميل. طب الجروبس بقى موجوده فين؟ هتلاقيها موجوده برضو في اي تي سي واسمها جروب اهو. بص الجروبس اللي انا ضفتها اهي اللي انا صادفهم حالا. طب وايه كمان؟ هتلاقي في برايفت جروبس كانت متضافه اوتوماتيك لليوزرز لما انت كريتهم. ها واضح الحكايه دي؟ واضحة؟ يبقى انت لما كريت الجروبس دول لليوزرز اسف، لما انت كريت اليوزرز دول الجروبس دول اتكريتوا اوتوماتيك لليوزرز. طيب كلام جميل. طيب دلوقتي يا سيدي انا عايز اد يوزر، خلاص، بس انا عايز البرايمري جروب او ماشي ده عندي يوزر الاول، واخلي البرايمري جروب بتاعته هي جروب من الجروبس اللي انا ضفتها دي من شويه، اللي هم كانوا مين يا عم؟ اللي هما كانوا نتورك ولا دي سي ادمنز ولا دي بي ادمنز. طيب ازاي؟ وانت بتضيف اليوزر كده قول له يوزر اد داش او
داش جي دي سي ادمنز، واليوزر اللي هضيفه ده وليكن هسميه يوزر واحد. لو جيت اقول له كده اي دي للراجل اللي اسمه يوزر واحد ده، بص ايه اللي حصل. قال لي دلوقتي يوزر واحد ده اهو اليوزر اي دي بتاعه 1004، بس هو البرايمري جروب بتاعته هي مين؟ دي سي ادمنز. وهو ممبر في مين بس دلوقتي؟ ممبر في دي سي ادمنز بس. يبقى لو استخدمت داش جي سمول بيغير مين؟ ها البرايمري جروب بتاع اليوزر. طيب حاجه كمان، بص لي كده، لو قلت له كات اي تي سي جروب مره ثانيه، المره دي لما قلت له، لما حددت له البرايمري جروب بتاع اليوزر، غير الديفولت بيهيفير. بدل ما كان بيكريت برايفت جروب لليوزر ده بنفس اسمه، ما عملهاش. يبقى لما انت جيت عملت كده وحددت له البرايمري جروب بتاع اليوزر ده، اوتوماتيك عمل ايه؟ ما عملوش برايمري جروب باسمه، لان انت حددت له. خلاص ماشي كده. ايوه ده اللي انا قلته المره اللي فاتت كمان، لما بتكريت يوزر من غير ما تحدد له ايه البرايمري جروب بتاعته، اوتوماتيك بيكريت جروب باسمه وهي البرايمري جروب بتاعته. طيب كلام جميل، نرجع بقى نكمل. السؤال بقى اللي هو منطقي جدا دلوقتي بالنسبه لي، انا كريت يوزر اسمه يوزر واحد، هو شغال داتا سنتر ادمن، بس انا عايز اضيف له الجروب بتاع النتورك ادمنز في نفس الوقت. ها قال لك والله لو انت عايز تعدل مع يوزر كان متضاف قبل كده، ممكن تستخدم حاجه اسمها يوزر مود. يوزر مود داش جي، جي كابيتال معناها السكندري جروب، وليكن هخلي الراجل ده ممبر في نتورك ادمنز لليوزر اللي اسمه يوزر واحد. اي دي كده اليوزر واحد، بص لي كده، الراجل ده اليوزر اي دي بتاعه بقى كام دلوقتي؟ زي ما هو 1004. طب البرايمري جروب برضه زي ما هي، محدش لمسها، هو لسه الراجل ده البرايمري جروب بتاعه دي سي ادمنز. بس بص هو بقى ممبر في مين؟ هو ممبر في دي سي ادمنز لانها البرايمري جروب بتاعته، ده منطقي. وبقى ممبر كمان في نتورك ادمنز. دلوقتي نتورك ادمنز هي عباره عن ايه؟ هي سكندري جروب لليوزر ده. خلاص؟ يبقى البرايمري بتاعته اهي، لكن نتورك ادمنز بقت ايه؟ ها سكندري جروب. طيب سؤال كمان اكبر، انا عايز اخلي اليوزر ده ممبر في دي بي ادمنز كمان. والله الموضوع سهل بقى اهون، بس خلي بالك عشان في خازوق هيحصل عندنا. بص كده دي بي ادمنز اهون، وجيت اقول له اي دي لليوزر، اوبا بقى ايه اللي طلع لك؟ لقيت نفسك لبست. الراجل ده كان ممبر في دي سي ادمنز، فضل زي ما هي، وكان ممبر في نتورك ادمنز. لما جيت قلت له ضيفه لدي بي ادمنز، راح شايل ايه؟ شاله من نتورك ادمنز وخلاه ممبر في دي بي ادمنز بس. تاني لما جيت قلت له تاني مره خليه لي السكندري جروب بتاعته دي بي ادمنز، شال السكندري جروب اللي كانت موجوده قبل كده وحط السكندري جروب بتاعته دي بي ادمنز بس. طيب الحل بقى، انا عايز يكون ممبر في الاثنين مع بعض، انا عايز الراجل ده يكون ممبر في النتورك ادمنز وفي الدي بي ادمنز والاثنين سكندري جروبس له. تتحل ازاي؟ اهو قول له كده داش ايه، داش ايه بقول له ضيفه، اعمل له اد، ها او اد الجروب اللي هديها له دي كمان كسكندري جروب له. خلاص هو اصلا كان ممبر في دي بي ادمنز اخر مره اهو، فالمفروض كنت اقول له ده هيكون نتورك ادمنز. اي دي كده للراجل اللي اسمه يوزر واحد، بص لي ايه اللي حصل. قال لي المره دي الراجل ده ممبر في مين؟ في دي سي ادمنز، دي البرايمري جروب. وايه كمان؟ بقى ممبر في نتورك ادمنز، وبقى ممبر في مين؟ في دي بي ادمنز. شفت؟ يبقى لما تيجي تعملها استخدم الاوبشن اللي هو ايه، لان ايه هيضيف على لستة السكندري جروبس اللي هو كان ممبر فيها، ها الجروب اللي انت هتحددها له. لو ما قلتلوش داش ايه، ايه اللي هيحصل؟ هيشيله من اي سكندري جروب هو كان ممبر فيها، ويضيف له بس
اللي انت لسه محددها له دلوقتي حالا، او لسه محددها له في الكوماند. وصلت الفكره دي؟ طيب كلام جميل. اللي بعده بص كده يا سيدي، انا قلت لك بالمناسبه اول ما بتكريت يوزر ايه اللي بيحصل؟ بتكريت له جروب بنفس اسمه فين؟ ها في الهوم دايركتوري، او اسف في سلاش هوم، وبتكون هي الهوم دايركتوري بتاعته. تمام كده؟ طيب بص لي كده، تعرف منين الفرق بين البرايمري والسكندري؟ اي دي كده لليوزر، اي دي اليوزر واحد، يو اس اي ار واحد اهو. بص كده لما تقول له اي دي لليوزر هتلاقي الجي اي دي بتاعه كام اهو. ايه الفرق بقى بين البرايمري والسكندري؟ بص يا سيدي، بكل بساطه بكل بساطه، ليه البرايمري جروب مهمه جدا؟ ليه البرايمري جروب لليوزر مهمه جدا؟ لسبب واحد بس، او مش لسبب واحد، اهم سبب، اهم سبب دلوقتي المفروض تكون عارفه. لان انت لما بتكريت فايل، الفايل ده بتروح الاونر شيب ليوزر معين ولجروب معينه. طب انهي جروب بقى بالظبط؟ البرايمري جروب بتاع اليوزر ده نفسه. يعني تعالى هنا كده عندي، بص لي كده، اس يو ليوزر واحد، ماشي؟ لو جه الراجل ده كده ال اس مفيش عنده اي ملفات، طب تاتش كده لملف اسمه فايل واحد ال اس داش ال، بص لي كده دلوقتي الفايل ده مين اللي بيملكه؟ مين الاونر بتاع الملف ده؟ ها؟ يوزر واحد. طب مين الجروب اللي بتملك الملف ده؟ ها؟ دي سي ادمنز. بالمناسبه انا هشرح لكم النهارده البرميشنز، يعني النهارده هشرح البرميشنز دي كمان. فبص ايه اللي حصل، الفايل اونر شيب اتحددت باي ديفولت بناء على مين؟ على اليوزر اللي كريتها، يوزر واحد اهو، ومين كمان؟ والبرايمري جروب بتاع اليوزر ده. طب تعالى كده هعمل اكزيت من هنا، وهعمل كده اس يو للراجل اللي اسمه علي، تاتش كده فايل واحد ال اس داش ال. بص لي دلوقتي مين اللي بيملك الملف ده؟ اليوزر اللي اسمه علي، ومين كمان؟ والبرايمري جروب بتاعت علي اللي هي كانت مين اصلا في الاصل؟ علي برضو. شفت ايه اللي حصل؟ يبقى البرايمري جروب مهمه جدا عندك ولا لا؟ مهمه جدا بالنسبه لليوزر، لان اي ملف اليوزر ده هيكريته، ها، هيبقى مملوك ليوزر معين ولجروب معينه كمان. خلاص؟ طيب كلام جميل، تعالى نعمل اكزيت. ازاي تغير البرايمري جروب؟ سهله جدا، يوزر كده، او اسف اي دي اليوزر واحد اهو. الراجل ده البرايمري جروب بتاعته دي سي ادمنز، انا عايز اغيرها واخليها علي. انا عايز البرايمري جروب بتاع اليوزر ده تكون علي. ها، ايه رايك في الحكايه دي؟ خلاص هقول له ايه، يوزر مود داش جي علي. انا كان عندي جروب اسمها علي صح، كانت متكريته لما كريت الراجل اللي اسمه علي. طبعا ده مش منطقي انت تخلي البرايفت جروب او اليوزر برايفت جروب فيها اكتر من يوزر، بس انا عايز اعملها كده، انا غلس وعايز اعملها كده، الله براحتي محدش يقدر يمنعني، انا روت يا عم للراجل اللي اسمه يوزر واحد، اي دي كده اليوزر واحد. بص ايه اللي حصل اهو، تمام؟ ايوه بتفرق معاك طبعا، لو جي سمول بيغير البرايمري جروب، لو جي كابيتال بيغير السكندري جروب. ايوه قلت لك 100 مره هي برايمري جروب واحده بس، ما ينفعش يوزر يكون له اكتر من برايمري جروب في نفس الوقت، هي برايمري جروب واحده، اتس ا ماست. يعني بص دي حاجه لازم لازم، مش اوبشنال، حاجه مفيش فيها اختيار بالنسبه لك. خلاص بالظبط، عامله زي فصيله الانسان دول، يا هو يا اما ذكر يا اما انثى. خلاص انت ممكن تبقى ذكر بس بتنظف البيت مثلا، بتغسل المواعين، بس انت في النهايه ذكر. انثى ممكن تكون واحده ست وشغاله، مفيش اي مشكله خالص، تمام؟ بس هي دورها الاساسي ان هي في الاصل ايه؟
انثى يعني، او نفس الحكايه. اليوزر له برايمري جروب، دي واحده بس. وصلت؟ مش عارف اديك يعني مثلا اكتر من كده ايه يعني. طيب انت بتقدر تعدل اي ملف لو انا ليا سكندري جروب؟ لا معلش انا مش فاهم السؤال بتاعك، عدل السؤال ده شويه خليه حاجه مفهومه بالنسبه لي. انت موجود في النتورك ادمن، حلو جدا. النتورك ادمن دي سكندري جروب ليك ولا برايمري جروب؟ حلو ماشي، ايه المشكلة بقى؟ الحتة دي بقى لسه هاجي لها حالا، لسه هاجي لك للصلاحيات، لسه النهارده هنتكلم عن البرميشنز. ما تسبقش ها؟ لسه النهارده هنتكلم عن البرميشنز. لما نيجي للبرميشنز هوريك بقى الصلاحيات دي. حلو؟ عشان كده اداك اليوزرز والجروبس قبل البرميشنز. طيب كلام جميل. نرجع بقى. طيب بص لي كده يا سيدي، لو جيت اقول له كده كات اي تي سي باسورد، بص لي كده هتلاقي دايما اليوزر ها في الفيلد الاولاني ده اليوزر نيم نفسه. خلاص يعني بص لي عندي كده علي، علي ده اسم اليوزر نفسه، يوزر واحد ده اسم اليوزر نفسه، حسن ده اسم اليوزر نفسه، احمد ده اسم اليوزر نفسه، بعد كده اكس. عارف اكس دي معناها ايه؟ ها اكس دي هو المفروض الباسورد بتاع اليوزر، بس خلى الباسورد هيدن وخلاها هاشد في ملف تاني موجود في اي تي سي شادو، هديهولك بعدين لما نوصل للادفانسد يوزر جروب ادمنستريشن هوريهولك. بس كده بص، دي الباسورد بتاع اليوزر، دي الهاشد باسورد بتاع اليوزر، شوف شكلها عامل ازاي اهو. خلاص بس اكس هنا اللي يهمني اي تي سي باسورد تكون عارفه النهارده بالمناسبه. اكس دي معناها هنا ان الباسورد بتاعته هاشد ام دي 5 فريل 5. دلوقتي حاليا بنستخدم حاجه اسمها الشا. خلاص ام دي 5 هتلاقي فريل 5. طيب كلام جميل، ما علينا، لسه هرجع لك بالتفصيل على الحكايه ديت بس ما نسبقش يعني. انا اللي يهمني الوقت تكون عارف ايه اللي موجود في الملف ده. اول حاجه هتلاقي اسم اليوزر، تاني حاجه الباسورد بتاعته قلت لك بتكون هيدن ومخبيها في ملف تاني اسمه اي تي سي شادو، وهنرجع له ان شاء الله كمان كام يوم كده، كمان 3 4 ايام. عندي كمان 1004، عارف 1004 دي ايه؟ ده اليوزر اي دي بتاع اليوزر اهو، ده اليوزر اي دي، ده رقمه، ده رقم البطاقه بتاعته، ده رقم اليوزر ده. طيب بعد كده 1001، عارف 1001 ده اللي هو ايه؟ ها ده رقم البرايمري جروب بتاعته، الراجل ده البرايمري جروب بتاعته هي مين؟ 1001. عارف لو قلت له مين 1001 ده كانت اي تي سي جروب؟ مين 1001 هنا؟ 1001 اهو علي، علي ده الجروب اللي اسمها علي، الجروب اي دي بتاعتها كام؟ 1001. طيب نرجع تاني اهو، مظبوط اهو، لو قلت له كده اي دي للراجل اسمه يوزر واحد قال لي البرايمري جروب بتاعته علي، مظبوط اهو، مظبوط كده. طيب بعد كده في حاجه في النص هنا ناقصه، يعني انت شايف اصلا الفاصل ما بين كل عمود او اسف الفاصل ما بين كل فيلد والتاني هنا ها نقطتين صح؟ طيب في نقطتين، في حاجه في النص ناقصه هنا، عارف ده ايه؟ ده بيسموها الجي اي سي او اس، بكل بساطه اعتبره الديسكريبشن بتاع اليوزر. ها الديسكريبشن بتاع اسم اليوزر، زي ما انت بتكريت يوزر كده مثلا على ويندوز، اسمه اسم اليوزر ممكن يكون ام حموده، بس بره هتخلي الديسكريبشن بتاع اليوزر مصطفى مسافه حموده، ده الديسكريبشن بتاع اسم اليوزر بس. ماشي طيب كلام جميل، وده هنا انا ما حطيتلوش اي ديسكريبشن اهو بالمناسبه، فعشان كده ساب الايه، ساب الخانه دي كده فاضيه. تمام كده طيب كلام جميل. بعد كده سلاش هوم يوزر واحد، عارف ايه سلاش هوم يوزر واحد ده؟ اللي اسمه كده سلاش هوم، عارف ده ايه؟ ده الهوم دايركتري بتاع اليوزر ده، ده الهوم دايركتري بتاع اليوزر. بعد كده بن باش، عارف بن باش ده اللي هو ايه؟ الشل بتاعه، وهاجي اشرح لك الشل بكره ان شاء الله. خلاص ده لما يفتح الترمينال، ايه الترمينال اللي هيتنفذ بالنسبه له؟
بالمناسبة في عندك أكتر من شيل موجود، ده أنت في عندك شيل اسمه سي اس اتش سي شيل، وفي عندك تيرمينال اسمه بن باش خلاص، وفي عندك تيرمينال اسمه كي اس شيل، في عندك كمية تيرمينالز كتيرة جدا. الديفولت تيرمينال بتاعنا اسمه ها بن باش، وهاجي اقول لك بالتفصيل ممل ليه بن باش هنستخدمه بس بكره ان شاء الله او بعد بكره، بكره بعد بكره تمام كده. يبقى نرجع تاني بقى لموضوعنا، لما انا جيت هنا لقيت ان الملف اللي اسمه اي تي سي باسورد ده فيه كام خانه، 1 2 3 4 5 6 7، يبقى الملف اللي بيحتوي على معلومات المستخدمين اسمه ايه؟ اي تي سي باسورد، ومين كمان؟ واي تي سي شادو. اي تي سي باسورد في معلومات المستخدم، اي تي سي شادو في بقيه المعلومات، في بقيه المعلومات زي الباسورد بتاعته مثلا وشويه حاجات تانيه هاجي لما اوصل لها هاجي لها اقول لك عليها. طيب اي تي سي باسورد ده متكون من كام خانه؟ عباره عن 7 خانات، كل خانه بتتفصل عن اللي جنبها بايه؟ بكولون اللي هي نقطتين اهون، ماشي كده؟ طيب عيد تاني بسرعه، اول خانه اليوزر نيم، تاني خانه الباسورد بتاعته، وقلت لك دي هيدن وانكريبتد في ايه؟ ها؟ او بلاش انكريبتد، هي هاشد في اي تي سي شادو. 1004 الاولانيه او الخانه الثالثه اليوزر اي دي، الخانه الرابعه الجروب اي دي او البرايمري جروب اي دي بتاعته، الخانه الخامسه الديسكريبشن بتاع اسم اليوزر ده، الخانه السادسه اهو مثال اهو الديسكريبشن اهو، بص كده انا عندي يوزر اسمه مصطفى اهون بس الديسكريبشن بتاع اسمه مصطفى حمود، ماشي. طيب بعد كده الهوم دايركتوري بتاعته، بعد كده مين يا عم؟ الشل بتاعه، ماشي كده؟ ها حد عنده اي مشكله في كده؟ طيب جروب ملف الجروب بقى يا سيدي، بالنسبه للجروب، بالنسبه للجروب اول حاجه عندي ها الجروب نيم، طب بعد كده اكس، اكس دي الجروب باسورد، وهتلاقي الجروب باسورد باكس برضو، عارف ده معنى ايه؟ ان الجروب باسورد معمول لها هاش ومستخبيه في ملف تاني. طب الملف اللي فيه الجروب باسوردز اسمه ايه؟ اسمه جي شادو خلاص. يبقى اليوزرز باسوردز موجوده فين؟ في اي تي سي شادو، الجروب باسورد فيها جي شادو. اه ممكن تحط باسورد للجروب، عارف تحط باسورد للجروب امتى؟ وهديك مثال عليها ان شاء الله لما نخش في الـ في الـ في الادفانسد يوزر ادمنستريشن، اللي هو ازاي؟ انا عندي جروب اسمها دي سي ادمنز، وعايز اليوزر اللي اسمه مصطفى هو اللي يتحكم في الجروب ديا، فانت ممكن تعمل باسورد للجروب والباسورد دي تبقى مع مصطفى بس، يبقى مصطفى هو اللي من حقه يضيف يوزرز للجروبس او يمسح يوزرز من الجروبس دي او من الجروب دي لو هي جروب واحده، ماشي؟ حلو. طيب اهو الجروب باسورد او الجي شادو اهي هتلاقي معظمها فاضي، ليه؟ لان ما حطيتش، بص علامه الاكسكلاميشن معناها ايه؟ علامه الاكسكلاميشن بالمناسبه معناها ان الباسورد نوت سيت يت، يعني ايه؟ يعني لسه ما حطيتش باسورد للحاجه ديت، سواء كانت باسورد اسف سواء كانت باسورد بتاع يوزر او باسورد بتاعت جروب. بص لي كده هتلاقي في يوزرز اتحط لهم باسورد، بص الفيلد ده بقى شكله عامل ازاي، وفي يوزرز ما اتحط لهمش باسورد، هتلاقي مكانه ايه؟ ها علامه تعجب كده. علامه تعجب معناها ايه يا معلم؟ ان لسه ما اتحطش باسورد لايه؟ للانتري دي. طيب نرجع تاني بقى للجروب مره تانيه اهون. طيب ممتاز. هتلاقي ايه كمان يا سيدي؟ المفروض بعد كده في فيلد ناقص هنا اهون، شايف الفيلد الناقص ده؟ ها الفيلد اللي ناقص ده هنا المفروض هو الجروب ادمن، مين الادمن بتاع الجروب ديا؟ طيب هنا هل انا حددت اي جروب ادمن لسه؟ لا مفيش اي جروب ادمن، معنى كده الفيلد ده هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه ناقص فاضي كده زي ما هو مفيش في اي حاجه. طيب اللي بعد كده بقى الفيلد الاخير خالص هتلاقي مجموع او لسته من المستخدمين اللي هم ممبرز في الجروب ديا،
ليست من المستخدمين اللي هم ممبرز في الجروب دي. طب دول بيكونوا ادمن؟ لا، اليوزرز العاديين اللي ممبر في الجروب، ممبر عادي في الجروب. يبقى الفيلد الثالث كان الادمن بتاع الجروب، انما الفيلد الرابع ها هو الممبر اللي في الجروب، اليوزر الممبر العادي. ها وضحت؟ حد عنده اي مشكله؟ حلو، حط اتنين، حط اتنين مستخدمين في الجروب، كلام جميل. عندك وليكن يا سيدي الجروب اللي اسمها نتورك ادمنز فيها يوزر واحد. طيب ممكن اقول له كده يوزر مود داش جي الراجل اللي كان اسمه وليكن علي في الجروب اللي اسمها نتورك ادمنز، اسف داش جي نتورك ادمنز للراجل اللي اسمه علي اهو. بص ايه اللي حصل اهو، قال لك الجروب دي الممبرز بتوعها يوزر واحد وعلي بس كده. مش هضحك عليك والله، ما تقلقش يعني، تقلقش مش هضحك عليك. ماشي طيب ممتاز جدا. فاضل ايه كمان عشان ما انساش؟ يبقى احنا كده ممكن نضيف يوزر بسرعه كده. كويس هوم كده. بص هتلاقي انا قلت لك دايما لما بتكريت يوزر اوتوماتيك بتكريت الجروب باسمه خلاص في سلاش هوم، والجروب دي بتكون الهوم دايركتوري بتاعته. طيب كلام جميل. طب انا لو جيت امسح يوزر، بص كده لو جيت اقول له كده يوزر ديل عشان امسح اليوزر، ها يوزر ديل للراجل اللي اسمه وليكن احمد، لو جيت اقول له كده كات اي تي سي باسورد، ايه اللي حصل للمعلم احمد اللي كان موجود هنا؟ ايه اللي حصل له؟ خلاص طار مع السلامه. طب بص كده لو جيت اقول له كده ال اس سلاش هوم، قال له دي الهوم دايركتوري بتاعته لسه موجوده. ايه يا عم ده بتضحك عليا ولا ايه؟ هقول لك لا، لما بتمسح يوزر اوتوماتيك اللي بيتمسح اليوزر ده فقط، لكن ملفاته بتفضل موجوده، لكن ملفاته بتفضل موجوده. خلاص طيب لو انا عايز امسح اليوزر بقى ها بالملفات بتاعته، اليوزر ده بعبله كله كده على بعضه، الجروب بتتمسح لما بتمسح اليوزر كات اي تي سي جروب. فين الجروب اللي اسمها احمد؟ طارت برضو معاه. لو الراجل ده كان واخد الديفولت بيهيفير وما كانش ممبر في جروب، او اسف لو انت كنت عامل يوزر اسمه احمد وما حددتلوش البرايمري جروب بتاعته وانت بتكريته، فايه اللي هيحصل؟ وانت بتمسحه البرايمري جروب بتاعته تتشال معاه. وصلت؟ لكن لو انت كنت ضايف اليوزر ده وانت بتضيفه قلت له البرايمري جروب بتاعته اسمها دي سي ادمنز، هتيجي تمسحه هل هيدور على جروب اسمها احمد؟ مش هيلاقي. فايه اللي هيحصل؟ خلاص هيفوتها يعني. طيب كلام جميل، نرجع تاني كده. طيب في الحاله دي انا ممكن بقى بشكل مانيوال اعمل ايه؟ rm داش rf سلاش هوم احمد. اعمل ايه كمان يا سيدي؟ ممكن اروح جاي بعد كده لما احب امسح اليوزر وامسحه بعبله كده بملفاته بكل حاجته، ها هقول له يوزر ديل داش ار الراجل اللي اسمه يوزر واحد او علي، مش فارقه والله معايا. بص كده طلع لك قال لك ان الجروب اللي اسمها علي هي البرايمري جروب ليوزر تاني، عشان كده مش هقدر امسح الجروب دي، لكن اليوزر نفسه اي دي كده للراجل اللي اسمه علي، ها ايه اللي حصل؟ مسح اليوزر ده. طب ال اس كده سلاش هوم برضه اتمسح. طب ايه بقى الورنينج ده؟ بص يا سيدي هو جه يمسح اليوزر ده، جه يمسح اليوزر ده، مسح اليوزر نفسه ومسح له الملفات بتاعته خلاص، لكن بقى ايه اللي فضل؟ الجروب بتاعته فضلت. عارف فضلت ليه؟ كات اي تي سي جروب. بص كده الجروب اللي اسمها فين فين فين، اطلع كده ثانية واحدة، بقول لك الجروب اللي اسمها علي دي is a primary group of another user and is not removed. بقول لك الجروب اللي اسمها علي دي
هي البرايمري جروب بتاع يوزر تاني. طيب كات اي تي سي باسورد كده، هل هي فعلا البرايمري جروب بتاع يوزر تاني؟ اه بص كده، بص الراجل ده البرايمري جروب بتاعته رقمها كام؟ 1001. ارجع ثاني هنا كده، بص كده علي الجروب اي دي بتاعتها كام؟ 1001. معنى كده ان لو عندك جروب، خلاص اي جروب ايا كانت، والجروب دي فيها ممبرز وجيت تمسحها، ايه اللي هيحصل؟ ها هيطلع يديك على وشك بالقلم ويقول لك لا يا عم مش هعرف امسحها. وضحت؟ ها يبقى لما جه يمسح الجروب اللي اسمها علي دي لقى فيها ايه؟ او لقى الجروب دي ايه؟ هي البرايمري جروب بتاع يوزر. فلما يلاقي البرايمري جروب بتاع يوزر، او لما يلاقيها هي البرايمري جروب بتاع يوزر، مش هيقدر يمسحها. عارف ليه؟ لاني قلت لك ان لازم كل يوزر يكون ممبر، او اسف لازم كل يوزر يكون له برايمري جروب واحده بس. معنى كده انه لو كان مسحها كان هيسيب يوزر من غير برايمري جروب. ينفع في يوزر من غير برايمري جروب بالعقل كده يعني؟ ما ينفعش يوزر من غير برايمري جروب. فطالما ان في يوزر واحد على الاقل، الجروب دي هي البرايمري جروب بتاعته، مش هيقدر يمسح الجروب دي. وضحت؟ طيب كلام جميل. طب لو حبيت تديليت جروب بقى، كنت اقوله كده جروب دل للجروب اللي اسمها نتورك ادمنز. بص لي كده، نتورك ادمنز كانت السكندري جروب لليوزر اللي اسمه يوزر مين؟ ها يوزر واحد، صح؟ طيب قدر يمسحها؟ اه قدر يمسحها. شفت الفرق؟ تاني تاني، لو عندك جروب هي البرايمري جروب بتاع يوزر او اكتر، جيت تمسحها مش هيقبل. انسى الحكايه دي. ليه؟ لان ما ينفعش يوزر من غير برايمري جروب. لو انت مسحتها هتبقى البرايمري جروب بتاعته مين؟ هيجيب له برايمري جروب من هوا يعني يحطها له مثلا؟ لا مش هينفع. لكن لو عندك جروب هي السكندري جروب ل 500 يوزر، ل 1000 يوزر، لمليار يوزر، مش فارقه معاك، لكن هي مش البرايمري جروب لاي يوزر، هي سكندري فقط، ينفع تمسحها؟ اه ينفع من غير اي مشاكل. ها عندك مشكله في الحكايه دي؟ حد عنده اي مشكله؟ ها الناس نامت ولا ايه؟ حلو جدا. يبقى دلوقتي لو قلت لك ضيف لي يوزر، ها تعرف تضيفه؟ طب احذفه لي، طب احذفه لي بالكامل بملفاته، تعرف؟ طيب غير لي اليوزر ده، انا عايز البرايمري جروب بتاعته تبقى حاجه تانية. طب انا عايزه يكون ممبر في مجموعه جروبس، او اسف في مجموعه سكندري جروبس. ها عايز اقول لك بس على حاجه، لما اقول لك اليوزر ده عايز يكون ممبر في الجروبس كذا وكذا وكذا، بدل ما حددت الكاش برايمري جروب، يبقى انا اقصد سكندري جروب. تاني لو قلت لك عندك يوزر اسمه يوزر واحد، وانا عايز يكون ممبر في الجروب رقم جروب واحد وجروب اتنين وجروب تلاتة، طالما ما جبت الكاش سيرة برايمري جروب وانا بطلب منك، معناها ان انا بكلمك على مين؟ على السكندري جروبس. ها موضوع ما فيش نقاش. عشان لو جيت دخلت اي امتحان بقى، جيت دخلت ار اتش سي اي، جيت دخلت ال بي اي، ال سي اف اس، دخلت اي امتحان وجي قال لك خلي اليوزر ده ممبر في الجروبس كذا وكذا وكذا، طالما ما جابلكش سيره كلمه برايمري، ها يبقى قصده او بيكلمك على مين ساعتها؟ على السكندري جروبس. طيب كلام جميل. طيب دلوقتي تعرف تضيف جروب؟ ها تعرف تمسح جروب؟ اعتقد الموضوع سهل دلوقتي. ها طيب كلام جميل. عايز بس اكد لك على حاجه، عايز اكد لك على حاجه. ال اس داش ال كده، اول ما بتكريت فايل اوتوماتيك الفايل ده بيكون مملوك ليوزر معين ولجروب معينه. طب بيجيب المعلومه دي منين؟ بناء على ها مين البرايمر، مين اليوزر نيم بتاعك ومين البرايمري جروب بتاعتك. يبقى البرايمري جروب بتاعتك مهمه جدا. ليه؟ لان لما بتيجي تكريت في اي فايل او اي دايركتوري، اي حاجه بتعملها بيعملها بصلاحيات يوزر معين وبرايمري جروب بتاعت اليوزر ده، عشان كده لازم يكون ليك برايمري جروب. وضحت؟ ها
ماشي، حد عنده اي مشكلة؟ حلو جدا. طيب ده كان البيزك، بيزك يوزر اند جروب ادمنستريشن، اللي هو ابسط حاجة ممكن نتكلم عنها. ان شاء الله كلها كام يوم كده ونتكلم بقى على موضوع الادفانسد، وهدخلك في اي تي سي شادو واخليك تعيش جواه، وادخلك في اي تي سي جي شادو واخليك تعيش جواه. هنتكلم عن الموضوع باستفاضة اكبر، بس النهاردة اتكلمنا عن الموضوع بشكل بسيط. اهم حاجة بس قبل ما انهي الموضوع ده، عايز دايما 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 بفكرك، بمجرد ما انت كريت يوزر، يوزر اد وليكن يوزر اسمه علي، هكريته مرة تانية خلاص. بالمناسبة بصوا لي هنا كده، المرة دي بيقول لك يوزر اد الجروب اللي اسمها علي اكزيست، وبقول لك لو انت عايز تضيف الجروب دي استخدم داش جي اوبشن خلاص. طب لو جيت اقول له كده اي دي علي، حلو قوي الحكايه دي، كويس ان انا حصلنا لها. بص قبل اي حاجه، انا بضيف يوزر، اليوزر ده في برايمري جروب باسمه كانت موجوده قبل كده، في برايمري جروب بنفس اسمه كانت موجوده قبل كده، يعني انا بضيف جروب، او اسف بضيف يوزر اسمه ادمن، وكان في عندي جروب برضه اسمها ادمن انا اللي كنت عاملها بايدي قبل كده خلاص. لما انت تيجي تضيف اليوزر ده هيفيل، لانه مش هيعرف يضيف الجروب بتاعته قبله خلاص. عشان تعملها لازم تحدده بشكل اكسبليسيت، يوزر اد داش جي علي للراجل اللي اسمه علي. بالمناسبه ده اسم الجروب وده اسم اليوزر، ها خليك فاكر الحكايه دي، اللي في الاخر دايما بيكون اسم اليوزر اللي بتتعامل معاه او اسم الجروب اللي بتتعامل معاه. لو انت بتتعامل مع الجروب اد كوماند او الجروب ديل كوماند، خليك مع اليوزر اد، دايما اليوزر نيم بيكون في الاخر. لو انت بتتكلم عن الكوماند ده يوزر اد، يوزر مود، يوزر ديل، ها اللي في الاخر ده بيكون اسم اليوزر. طب اللي قبل كده بيكون اسم الجروب. الناس بتمكس منهم، ها الناس بتمكس بينهم، ده هو اسم الجروب اللي عايز تخليها البرايمري جروب، انما ده اسم اليوزر نفسه. المره دي لو جيت تبص كده اي دي العالي اضاف المره دي، ايوه اضاف. اغير الاسامي عشان تعرف الفرق اهو. يوزر مود، يوزر مود يا مسافات اهو. يبقى دي كانت مين؟ ده كان اسم الجروب، انما اللي في الاخر ده دايما خليك فاكر اللي في الاخر ده اسم اليوزر. ما تجيش بقى تغلط وتحط لي اسم اليوزر بعد بعد الاوبشن، لا اللي بعد الاوبشن ده على طول هو مين؟ ها اسم الجروب. ماشي الصح، وانت بتعمل يوزر جديد تحط له الجروب بتاعته. والله ده معتمد على الديزاين بتاع السيستم بتاعك. والله في ناس او في شركات بتعمل ايه، في معظم الشركات بكل بساطه هقول لك بقى على اللي بيحصل في الحقيقه. اليوزرز كلهم بيكونوا موجودين في حاجه كده شبه الاكتيف دايركتوري، حاجه اسمها الايبا خلاص، او بيكونوا اصلا ممبرز في الاكتيف دايركتوري تمام. فانت بشكل اوتوماتيك وانت بتكريت اليوزر بيكون له برايمري جروب، او انت بتحدد له برايمري جروب وانت بتكريته اساسا. اعتقد انا ما شفتش لحد النهارده اي شركه معقوله، حتى مش هقول لك محترمه كمان، شركه يعني لسه بادئه حتى واليوزرز بتوعها لوكال، كله كل يوزر لوكال موجود على السيستم بتاعه، كل اليوزرز بيكونوا موجودين في سنترال لوكيشن، واليوزرز كلهم بيأوثنتيكيت منين؟ ها من سنترال اوثنتيكيشن سيستم او سيرفر تمام. بس في الطبيعي لا، لو انا ماسك سيستم وما عنديش سنترال اوثنتيكيشن هعمل ايه؟ بكل بساطه هعرف مثلا الرولز بتاعت الناس اللي موجوده في الشركه خلاص، وهقسمها، هخلي مثلا رول اسمها دي سي ادمنز، رول اسمها اتش ار، رول اسمها مانجرز، رول اسمها داتابيز ادمنز، رول اسمها نتورك ادمنز، رول اسمها ديفلوبرز، رول اسمها ديزاينرز. وبعد كده وانا بكريت كل يوزر هحدد له من البرايمري جروب بتاعته ديت. عارف ليه بعد كده؟ عشان الفايل كولابوريشن. عارف يعني ايه فايل كولابوريشن؟ انا في جروب اسمها دي بي ادمنز خلاص، ومعايا يوزر تاني في دي بي ادمنز، انا غبت عن الشغل، معنى كده ان الملفات اللي بتملكها الجروب اللي اسمها دي بي ادمنز ها هتكون اكسسبل لليوزر التاني، وده المفروض الطبيعي والمنطقي في اي مكان او في اي شركه
ماشي كده؟ يعني انت لو خليت كل يوزر برايفت جروب، معنى كده ان لو الراجل ده شغال او شغال هو الدور بتاعه دي بي ادمن، ومعاه واحد يوزر تاني اسمه دي بي ادمن، او الرول بتاعته التانية هو كمان دي بي ادمن، الاتنين شغالين في نفس السكشن في نفس القسم خلاص. لكن ده لما يعمل ملفات التاني مش هيقدر ياكسسها. فتخيل ده لو غاب ايه اللي هيحصل؟ تخيل مديرك بيقول لك اعمل لي ريستور الداتابيس، في مصيبه حصلت الداتابيز وقعت واعمل لها ريستور، هتقول له اصل فلان واخد اجازه اسبوع ومش هنعرف نكلمه دلوقتي، ولا فلان راح يتجوز وفي اجازه جواز وقفل الموبايل بتاعه لمده اسبوعين، ولا مش عارف مين راح يعمل عمليه والراجل في العنايه المركزه دلوقتي، يبقى خلي الكاستمر يستنى. ما ينفعش يعني، ما ينفعش، وبالذات حكايه الجواز في مصر دي انا شفت منها كميه كوميديا ومهازل قبل، يعني قبل ما اسافر كمية كوميديا غير طبيعية. واحد راح يتجوز وخد اجازة شهر وقفل الموبايل بتاعه، والحاجات كانت او الملفات كلها كان هو اللي بيملكها بس خلاص، والمعلم خلع هو ومراته وساب الدنيا تضرب تقلب. يا دين النبي على البلاوي اللي بتحصل بقى، وتلاقي معاه نتورك ادمنز تانيين موجودين ومش عارفين ياكسسوا. بيكون الحل الوحيد في الحالة دي لازم يكون معاهم الروت باسورد. تتكلم في سيناريو غير منطقي اطلاقا، يعني حاجه كوميديه جدا يعني. ما علينا، بس انا قلت لك لو انا ادمن انا هعمل كذا، او اللي انا هعمله لو انا ادمن يعني. طيب كلام جميل. اخر حاجه بقى، اخر حاجه اللي هي ايه يا سيدي؟ بص لي كده، انا كريت يوزر اسمه علي صح؟ انا كريت يوزر اسمه علي. لو انت كروت وحبيت تعمل كده السيو لعلي، ها هيلوجن عادي، بس لو انت جبت لوجن من التيرمينال مش هيلوجن معاك. عارف ليه؟ لان انت لازم تحط باسورد للراجل اللي اسمه علي ده. خليك فاكر دايما دايما، مش معنى ان انت كريت يوزر ان اليوزر ده هيقدر يعمل لوجن. انسى ان هو يقدر يعمل لوجن، هيقدر يعمل لوجن فقط لو لو معاه يوزر نيم وباسورد. بس انا كريته معهوش باسورد مش هيقدر يعمل لوجن، شكرا، ملوش اي لازمه اليوزر ده لحد دلوقتي. خليك فاكر الحكايه دي ماشي؟ تمام. اليوزر بيكون اكتف بس بلوش باسورد، فمش هيقدر يعمل لوجن خلاص كده. طيب حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ممتاز جدا. طيب اكد الموضوع الاولاني بتاعنا بتاع النهارده، ها اللي هو البيزك يوزر اند جروب ادمنستريشن، خلص هناخد بريك 10 دقايق واوتوماتيك ننقل على الموضوع التاني اللي هو مهم جدا جدا جدا، وحط تحت منه 100 خط، هو موضوع البرميشنز. ماشي؟ يعني ايه يوزر اكتف ونوت اكتف؟ يوزر اكتف يعني الراجل ده من حقه يعمل عمليات على السيستم خلاص، يعني الاكونت بتاعه من حقه يعمل حاجه. اليوزر ده نوت اكتف معناه ان انت عملت ديسيبل الاكونت خلاص. عمرك سمعت عن المصطلح ده ديسيبل الاكونت؟ ده يعني الراجل ده مش هيقدر يعمل اي حاجه اطلاقا، وكانه مش موجود. هو موجود بس عشان لو حبيت ايه تريكفره مره تانية او تشغله مره تانية، لكن مش هيقدر يعمل اي حاجه. لا هيقدر يعمل لوجن، ولا هيقدر يبعت ميل حتى، ولا هيقدر يستقبل ميل، ولا هيقدر يعمل اي حاجه اطلاقا خلاص.